تتصاعد أصوات الطلبة المبتعثين في مختلف الدول مطالبة بسرعة حل المشاكل وصرف المستحقات المالية التي تتأخر باستمرار، فيما تصم الحكومة الشرعية ممثلة بوزارتي التعليم العالي والمالية أذانها عن مطالب الطلاب الذين يعيش معظمهم أحوالا معيشية صعبة تضطر الكثير منهم إلى العمل في دول تجرم عمالة الطالب، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية المتردية. معاناة الطلبة ليست جديدة بل يتجاوز عمرها السنوات، حيث تستمر الحكومات المتعاقبة في صرف الوعود بدلا عن المستحقات. كما أن التأخير في صرف المستحقات ليست المشكلة الوحيدة التي يشتكي منها الطلبة المبتعثون، فهنالك أيضا قضية أخرى تتمثل في التحايل على المنح الدراسية وصرفها لمن لا يستحقها من أبناء المسؤولين، إذ يتم استبدال أسماء المستحقين لها والحاصلين عليها بشكل قانوني بأسماء مقربين من الجهات المعنية في السفارات. على غرار ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا أن السفير اليمني في مصر الذي قام باستبدال أسماء 5 من الطلبة المتفوقين بأسماء أخرى تجمعه مع آبائهم علاقات قرابة وصداقة. في هذه الحلقة من برنامج المنصة سنناقش قضية معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج وعدم مبادرة الحكومة المستمرة. ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها هؤلاء الطلبة؟ وكيف يدبر الطلاب أمورهم المعيشية في ظل غياب مستحقاتهم التي تتأخر لعدة أشهر؟ وما مدى تأثير ذلك على الجو الدراسي لهم؟ قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع بعض التصريحات التي وصلتنا من مجموعة من الطلاب المبتعثين. نواجه صعوبات كثيرة بسبب تأخر المستحقات المالية، وهذا يؤثر على مستوانا الدراسي. يعني الإنسان يفكر دراسته ولا يفكر يعني بالمستحقات المالية، واحد يكون عليه ديون بسبب تأخر المستحقات. كمان الطلاب الذين قطعت نزلوا من كشوفات المنح المالية قبل وما زالوا قيد الدراسة، هؤلاء أيضا مشاكلهم لا تهتم الوزارة والمسؤولين لحلها. يعني الوزارة تقول هذه البيانات ما وصلتنا من السفارة، والسفارة تقول مشكلتكم عند الوزارة، يعني احنا ما عرفناش من وين المشكلة، يتم التلاعب في هذا الأمر. لذلك نرجو من المسؤولين الالتفات لهذا الشيء، لأننا يعني في الغربة نعاني من هذا الجانب، ونحن ممثلين اليمن في الخارج. نحن الطلاب مفروض كوادر اليمن في الخارج نلقى قليل من الاهتمام والرعاية على الأقل. نطالب الحكومة بسرعة صرف المستحقات المالية والأرباح وإيجاد حل جذري لمسألة الاستمراريات، وأيضا إيجاد آلية لصرف المستحقات المالية بشكل منتظم، وليس كل فترة يعني لازم مظاهرات وصياح لكي يتم صرف ذلك. نحن طلاب اليمن طبعا في الخارج في كل دول الابتعاث نطرق من أجل العلم كل بوابات الجامعات العالمية لكي نرتقي في سلم المعرفة طبعا، من أجل يعني لعلنا نرسم بوابة أمل عند عودتنا إلى بلادنا، بوابة أمل لإخراج البلاد من ما هي عليه حال يرثى لها. مستحقات الطلاب هي بالنسبة لهم عصب الحياة. الطالب اليمني يحاول دائما أن يكون في الصدارة وفي المقدمة رغم الظروف الصعبة، إلا أنه يحصد المراكز الأولى دائما في الجامعات، وهو الذي يستلم الأقل بين كل طلاب دول العالم. لذلك نناشد وندعو الحكومة أن تقف موقفا جادا حول هذه المسألة وأن تولي الطلاب اهتمامها الكبير. فالطالب عليه التزامات ولابد أن يفي بكل الوعود للإيجار والرسوم الدراسية ومصاريف الحياة والمدارس والمستشفيات، كل هذه الأشياء هي تمثل عوامل ضغط على الطالب ويقلل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونبدأ الحلقة باتصال من روسيا. معنا هنادي الشريفي، مرحبا بك هنادي، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم. أهلا مرحبا هنادي، ما هي أخبار الطالبات المعتصمات داخل السفارة اليمنية في روسيا؟ بداية نشكر قناة بلقيس وكل العاملين فيها على تسليطها الضوء لمناقشة قضايانا نحن الطلاب وبالأخص الطالبات، ونأمل من خلالكم أن تجد مطالبنا سبيلها للجهات المعنية.
بدأ أضعك أيضا في صورة أختي الكريمة أنه بالأمس قامت الطالبات اليمنيات المبتعثات حول العالم بتنظيم حملة إلكترونية، حملت هاشتاج معين توضح معاناتنا نحن الطالبات، ولاقت الحملة صدى واسع من قبل المؤثرين ودعم واسع من الجميع. الحملة طبعا أتت بعد أشهر من المعاناة ومواجهة أسوأ وأقصى الظروف في الغربة. نعم. يعني مهما كانت الظروف صعبة على الطالب اليمني لكنها تبقى أشد وأقسى على الطالبة التي لا حول لها ولا قوة ولا تجد من تلجأ إليه في بلاد الغربة. نعم. حملتنا أتت طبعا إكمالا لمسيرة أخواننا الطلاب من مختلف الدول والذي قد قاموا قبلها بالعديد من الحملات الإلكترونية، العديد من الاعتصامات أمام السفارات، وآخرها كانت في الأسبوع الماضي قام طلاب روسيا بتنظيم حملة إلكترونية أيضا. نعم هنادي، من تستهدفون أنتم بهذه الحملات الإلكترونية، وأيضا ما هي أبرز مطالبكم؟ هل هنالك لديكم مطالب أخرى غير المستحقات المالية المتوقفة؟ نحن نريد فقط إيصال أصواتنا إلى الجهات المعنية أن يروا معاناة الطلاب والطالبات في مختلف دول الإبتعاث. يوجد لدينا العديد من المشاكل طبعا بعيدا عن المستحقات المالية، مشاكل طلاب عالقة في السفارات، ضعف المستحقات أيضا، الرسوم الدراسية، مشاكل طلاب الاستمرارية وتذاكر الخريجين، والعديد من المشاكل الفردية الأخرى التي تقابل باللامبالاة من قبل سفاراتنا وحكومتنا. الجميع فقط يقابلنا تحت مبرر الحرب الذي وضعوه فقط على عاتقنا نحن الطلاب الذي أصبحنا الحلقة الأضعف في هذا الأمر. صحيح، شكرا جزيلا هنادي الشريفي، كنت معنا من روسيا. معنا الآن من تونس عبد العزيز عبد الغني، مرحبا بك عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم، وأولا شكرا لكم على الاستضافة، شكرا لكل كادرين الكادر قناة بلقيس، ونشكر الأخوة المشاهدين. أهلا بك عبد العزيز، كيف هو وضع الطلبة في تونس؟ هل يختلف عن الوضع في بقية الدول أم هو ذاته؟ والله وضع الطالب اليمني في تونس او في روسيا او في مصر او في اي دوله لا يختلف تماما عن اي دوله. كل الطلاب سواء، وكون المتحكم في صرف المستحقات الماليه هي وزاره واحده وهي حكومه واحده، ومشاكل كل مره تتكرر، وكل مره تتكرر مشاكل صرف المستحقات الماليه وتأخيرها عن موعدها. نحن الآن في شهر 10 لعام 2019 لم نستلم إلا سوى ربع واحد من هذا العام فقط. نعم عبد العزيز، وكيف تتدبرون أموركم في ظل هذا التأخر؟ من أين لكم تدفع مثلا إيجارات السكن، المصاريف اليومية المعيشية؟ والله هناك بعض الطلاب وهناك ميسورين الحال، كل طالب يدبر نفسه، كل طالب يحاول يتسلف، وكل طالب، لكن هذه المرة خنقتنا الظروف زيادة عن اللازم. نعم، إذن عبد العزيز عبد الغني شكرا جزيلا لك، كنت معي من تونس. اتصال آخر من الهند، معنا أحمد الشريف، مرحبا بك أحمد، مساء الخير. أهلا وسهلا، أسعد الله مسائك ومساك أحمد كريمة، أنت وكل المشاهدين. أهلا بك أحمد، كيف هو الوضع عندكم في الهند؟ أولا سيدتي الكريمة نشكركم على إتاحة الفرصة للطالب اليمني المبتعث لكي ينقل معاناته وقضاياه للداخل وللجهات المختصة. الوضع في الهند كما تعلمون ويعلم الجميع مثل بقية الدول، نعاني من أبرز المشاكل التي يعاني منها الطلاب هنا هي عدم انتظام صرف المستحقات المالية التي من المفترض أن تصرف كل 3 أشهر، لكن نحن الآن للشهر السابع ننتظر للربع الثاني ولم يأتي. وكذلك الرسوم الدراسية، حيث أنه لم تصرف رسوم سنتين دراسيتين ماضيتين. كذلك استاذتي الطلاب الاستمرارية، حيث أن الوزارة أوقفت الاستمراريات عن منفذي الجامعات والتعليم العالي، وهم الأولى بحكم تواجدهم في بلد الدراسة. تذاكر الخريجين، أستاذ أمل يتخرج الطالب بعد سنوات من الدراسة ولا يجد قيمة تذكرة ليعود إلى الوطن. الإيفاد الجديد أحيانا يتم إيفاد عدد من الطلاب كبدلاء،
وخاصة في جامعات عمران، صنعاء، حجة، وبعد وصولهم إلى بلد الإيفاد وهنا خاصة في الهند يتم تأخير مستحقاتهم بحجج واهية، وهناك انتكائية حيث يتم اعتماد البعض حسب المحسوبية والوساطة. طبعا أنت كما يعلم الجميع المستحقات المالية للطلاب هي من القضايا الشائكة والمستمرة، وهناك إهمال متعمد ومستمر من الحكومة اليمنية لهذه القضية. ومن هنا نتساءل إذا لم يحصل الطالب على مستحقاته في وقتها المحدد، من أين يصرف؟ من أين يأكل؟ من أين يسكن؟ كيف يعيش؟ ننتظر الإجابة على هذه التساؤلات من حكومة الموقرة. وكما اعتدنا دائما أن الحكومة الموقرة بما فيها الوزير ونائب الوزير ورئيس مجلس النواب كلهم يخرجون بتصريحات تخديرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان آخر تصريح قبل شهر نائب الوزير صرح أن المستحقات ستصرف في نهاية شهر سبتمبر المنصرم، ونحن الآن في شهر أكتوبر ولم تصرف إلى الآن ولم تصل الكشوفات. والهدف من هذه التصريحات هي فقط امتصاص غضب الناس. نعم. هي فقط من أجل أن يوقفوا الحراك الإعلامي للطلاب لإيصال قضيتهم إلى الرأي العام. نعم. وصلت الفكرة أحمد، شكرا. نحن نتساءل كمان ما هو السر وراء إصرار الحكومة في إهانة الطالب اليمني، وهي تعرف جيدا أن الطلاب هم المستقبل الواعد للبلد، وأن الطلاب هم سفراء الدولة في الخارج، وهم وجه اليمن في الدول الأخرى. نعم، لم يهنوا الطلاب فقط أحمد، وإنما أهانوا جميع اليمنيين وأهانوا أنفسهم أيضا. أحمد الشريف كنت معي من الهند، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال آخر من لبنان، معنا وديع حامد، مرحبا بك وديع، مساء الخير. مرحبا عزيزتي. نعم وديع، كان هنالك ايضا تحركات. نعم اسمعك وديع، انت معي وديع. كان هنالك ايضا اخبار تناقلت من الطلاب المبتعثين في لبنان، ما هي قضيتكم؟ هي ايضا نفس قضيه بقيه الطلاب في بقيه الدول، مستحقات ام هنالك شيء اخر؟ لا، احنا قضيه، اولا نشكر قناه بلقيس على هذه اللفته الكريمه لمعاناه الطلاب في الخارج. اهلا بك. ثانيا، تعددت اساليب الاهانات والطالب واحد كمان. حكومتنا ومع شديد الاسف لم تكتفي بالاهانات المحليه، بل ابتعثتنا للخارج عشان نتذوق الاهانات الدوليه. المشاكل التي واجهها الطالب اليمني في المهجر جمه، لكني امرها مساله تاخير فرض المستحقات. الطالب عليه التزامات ماليه كثيره، اقساط جامعات، معاهد، ايجار سكن، قيمه تغذيه وغيرها. إذا لم تصرف هذه المستحقات، من أين للطالب أن يوفي بالتزاماته المالية؟ لا ندري لماذا الطالب اليمني بالذات بين المأساة والإهانة، لماذا تتحول المنحة إلى محنة؟ مثلا يا عزيزتي، مثلا نحن طلاب مبتعثين إلى البلد لهذا العام، تحملنا تكاليف السفر على حسابنا الخاص، وفرض علينا مصاريف 4 أشهر هنا، والكل يعرف المعيشة في لبنان كيف هي، رسوم دراسة اللغة، هذا على حسابنا الخاص طبعا. سافرنا 31 طالب من اجمالي 54 طالب بسبب تكاليف السفر التي فرضت علينا. ودي عندما تقومون بمطالبتهم بحقوقكم، بماذا يتم الرد عليكم؟ والله الى الان للاسف لا نجد اي رد من اي جهه، بس نحن الان رغم كل هذه المعاناه، نقول لك فوجئنا قبل ايام من الان قيام وزاره التعليم العالي باسقاط اسمعنا من كشوفات الربع الثاني الذي من المفترض ان يصرف نهايه شهر 6 الربع الثاني. الان المفترض يصرف الربع الثالث نهايه شهر 9، رغم صدور مؤشرات من قبل الوزاره ذاتها، هذه وزاره التعليم العالي، باعتمادنا في الربع الاول في حال سفرنا الى لبنان، لكن تاخرنا بسبب الظروف جمع التكاليف. لا ندري ما هي الاسباب التي ادت الى تنزيل اسمعنا من كشوفات الربع الثاني. نحن الان استنفذنا كل ما لدينا، والى الان لم ندفع ايجار الشقق، ومهددين بالطرد منها في حال عدم السداد. اوقفنا دراسه اللغه بسبب عدم توفر المبالغ الماليه المطلوبه. كرسوم للمعهد ما يقارب 120 دولار للدورة الواحدة، إيجار سكان في الشهر 100 دولار على السرير الواحد ندفع. نعم وديع، وأين هي السفارة اليمنية في بيروت؟ أين دورها في هذا الموضوع؟ كيف تتعامل معكم السفارة؟ السفارة اليمنية صراحة خلال تواصلنا مع السفير ومناشدة السفير يبلغنا بانه يبذل المستحيل لاجلنا، واحنا في زياره له قبل اسبوع من الان ابلغنا انه بعث مذكرات الى الجهات المعنيه، لكن
يريد منا أن نتابع مذكرات وإحنا هم كيف نتابع مذكرات ونحن في بلد الإفادة الآن؟ في البداية كانوا يطلبوا منا جمع مبلغ مالي من قيمة تذاكر السفر ومبلغ مالي 2000 دولار على أساس مصاريف 14 شهر على بال ما يعتمدوا لنا الأرباع. لكن الآن السفير يقول أنا فعلت الذي بيدي وأنتم إذا لم تستطيعوا توفي إذا لم يتم اعتمادكم في الربع الثاني شوفوا من يجيب لكم فلوس. ونحن والله للأسف أهلنا فلاحين بسطاء لا يوجد لديهم أبسط الإمكانيات. نعم إذن وديع حامد كنت معي من بيروت شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إذن نذهب إلى التعليقات التي وردت على الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض أبرز ما تم طرحه من قبل المتفاعلين مع الموضوع. تعليق من مروان كامل يقول ثلاث طالبات يمنيات معتصمات في سفارتنا بموسكو عشان مستحقاتهن والسفير غلق عليهن ومنع دخول الأكل إليهن. يا ناس هذا ما عادوا ليش كأنه من شروط تعيين الدبلوماسيين في بلادنا أن يكونوا أوغاد ومافيات. تعليق آخر من أسامة المخلافي يقول سعادة الوزير إن المال في الغربة وطن والمعاناة تتضاعف يوميا يوما بعد يوم، الحال يضيق بكل الطلاب المغتربين فلا تسلبون أوطاننا المؤقتة في بلاد الغربة، كوادر اليمن تشتكي الفقر المدقع فكيف ننظر لمستقبل واعد لليمن. تعليق آخر من أسامة يقول الحكومة مش مبالية على 30 مليون عايشين داخل اليمن تحت حرب وقتل وحصار بلا أمن وأمان، أنصحهم يمشوا حالهم وإلا يروحوا لا يطلبوا من حكومة مش راضي تصرف رواتب الموظفين. هذا ليس مبرر أسامة، هؤلاء هي حقوقهم. تعليق آخر من عاصم يقول سأرفض أي منحة حكومية تعرض علي للابتعاث إلى الخارج كوني الأول على دفعتي مع مرتبة الشرف، وإذا توفقت بمنحة على حساب دولة أخرى فسأذهب أو قدنا على كذا أحسن من وجع الرأس. تعليق أخير من محمد عبد الله يقول الطلاب اليمنيين في الخارج هم الكتلة الوطنية والأكثر حركة وفعالية فيما يخص القضايا الوطنية في تمثيل اليمن في الخارج، وتعد كارثة في حق الطالب اليمني في الخارج وتركه يعاني ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الفساد وإهمال المسؤولين بوزارة المالية والجهات المختصة نتيجة مصادرة مخصصاتهم المالية. إذن كانت هذه أبرز التعليقات على الموضوع التي وردت في الفيسبوك. معنا اتصال آخر من خالد الصلاحي من الجزائر، محمد القحطاني عفوا من محمد القحطاني من الجزائر. مرحبا بك محمد، مساء الخير. مرحبا أستاذ، حياكم الله، مساء النور. أهلا بك محمد، كيف هو وضعكم في الجزائر؟ والله سيدتي الوضع سيء ومن سيء الى أسوأ. اعتقد انه في العام الواحد نستلم ربعين او ثلاثة أرباع فقط يعني، وكل ربع ما يخرج الا بمظاهرات واحتجاجات يعني من الدوله واعتصامات يعني، في النهايه الوضع يسيء وما فيش حتى يعني مسؤوليه من الحكومه او حتى تحرك يعني جاد يعني، ولا حتى عمليه الانتظام، في اسمه في صرف الارباع يعني مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا. من متى متوقفه المستحقات محمد؟ المستحقات صرفت الى الان في الجزائر اعتقد الى الربع الثاني فقط يعني، ولسه امامنا يعني على الارجح انه في شهر 10 او شهر 9 يعني نستلم الربع الثالث على اساس، والى الان لا استلمنا لا الربع الثالث ولا غيره ولا في حتى عمل يعني تحرك من الحكومه يعني ولا ما فيش يعني ادنى مسؤوليه منهم. نعم، كانك تحدثت محمد عن اعتصام، هل الطلاب معتصمين من اجل الحقوق في السفاره؟ ما الاعتصام في طلاب مثلا يشتكوا من عمليه اسقاط اسماء، والبعض احتجوا اعتقد في رمضان بسبب الاشياء هذه وتاخر الارباع وطالبوا بصرف الارباع يعني في كل ربع في وقته، لكن للاسف. إذن محمد القحطاني كنت معي من الجزائر، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا. معنا من مصر غسان البديقي، مرحبا بك غسان، مساء الخير.
اهلا مساء النور اختي العزيزه، وشكرا لقناه بلقيس ونصب كل اليمنيين. اهلا بك غسان، كيف هو وضع الطلاب اليمنيين المبتعثين في مصر؟ كان ايضا هنالك اثير منذ ايام مشكله الخمسه الاوائل على الجمهوريه المبتعثين الى مصر وقيام سفير اليمن في مصر بسرقه منحهم، هل لديك اي اخبار عن ذلك غسان؟ طبعا الطلاب في مصر خاصه هم يعتبروا اكبر طلاب مبتعثين في الخارج، وبشكل عام الطلاب المبتعثين بخارج كل الدول يعني حالكم حالة هرمنا والصبر مال منا. فبالنسبة لموضوع المنح وما حصل، الموضوع أثير على كل مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات وعارفين بكل المواضيع. نحن ودينا بس نحب نطرح قضايانا اللي هم الطلاب اللي هم قضوا دارسين أصلا. أنا مستغرب والله العظيم يعني ليش تبتعثوا طلاب اذا كان يعني مش قادرين يتصرفوا على الموجودين اللي قدوم خريجين؟ صحيح الخريجين جالسين لهم من سنه ونص ما قدروش يرجعوهم لليمن قيمه تذاكر، وهذا حق قانوني لهم. يعني انا مش عارف انا ايش الاستغباء هذا من الحكومه. فاذا كانوا مش قادرين يقولوا يا طلاب نحن مش قادرين والله الحكومه خلاص وصلنا لحد ان احنا مش قادرين نتصرف عليكم، اتصرفوا. نحن بعدين بعد كذا نقدر نتصرف، نطالب الامم المتحده، نطالب الداعمين، يعني نتصرف. نعم. ونشرحهم ونسود بقوم، اما هكذا يعني لا انهم يشيلوا برسوم الطلاب، يشيلوا حقاب الطلاب، لان احنا 10 داخلين شهر 10 المفروض نستلم الربع الثاني. ولحد الان ما قدمناش الربع الثاني. الرسوم متاخره سنتين 2018 2018 2019 ورسوم 2019 2020 برضه مش موجوده. الرسوم متاخره، الرسوم هذه برضه كارثه على الطالب وكارثه برضه كمان على الدوله، لان تحمل الدوله تبعات واعباء سنوات اضافيه للطلاب. صحيح ومستحقات. نعم، اذا غسان البريقي كنت يعني معي من مصر، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا غسان. معنا مشاهدينا الآن سحر الصبري وهي إحدى الطالبات اليمنيات المعتصمة داخل السفارة اليمنية في روسيا بموسكو. مرحبا بك سحر، اطلعينا على وضعكم سحر، هل ما زالت السفارة مغلقة عليكم؟ هل ما زلتم مضربين عن الطعام؟ أهلا فيكم. نعم ما زلنا في السفارة معتصمات وأيضا مضربات على الطعام، اليوم سندخل اليوم الثالث على الإضراب عن الطعام. حقيقة كان هناك تجاوب من الداخل نوعا ما، ولكن كنا نتمنى أيضا أن يكون ألا نعيش هذه التجربة. حقيقة كانت تجربة مريرة بالنسبة لنا. عشنا أطلع المشاهدين سحر عن هذه التجربة، عن تفاصيل التجربة سحر. نعم، أطلع المشاهدين على التجربة التي تتحدثي عنها. حقيقة لم نرد أن نعيش هذه التجربة، تجربة الإضراب عن الطعام، أن يصل لدرجة أن نضرب عن الطعام بسبب أن السفارة قامت بإغلاق الأبواب في وجه زملائنا لإعطائنا بالأشياء، بالطعام والماء وهذه الأشياء. أيضا بقاؤنا في السفارة المكان جدا بارد وننام على الأرض أو على الكراسي بسبب البرودة. أيضا الشعور النفسي، الضغط النفسي جدا كبير، أن تكون مغلقة عليك الأبواب من كل الجهات، كأنك تشعر أنك في سجن، وهذا الشيء حقيقة أثر على نفسيتي. أين الكرامة الإنسانية في هذا الموضوع؟ حتى وإن يوجد تجاوب، بدأوا بالتجاوب بسبب الحركة الإعلامية التي قمنا بها، ولكن من البداية كان لا نحتاج أن نعيش هذه التجربة. نعم سحر، التجاوب الذي تحدثت عنه أتى من قبل من؟ وأيضا أوامر إغلاق السفارة عليكم كانت من قبل من؟ من قبل السفير نفسه؟ أما إغلاق الباب فكان من قبل السفير حقيقة. هو من أغلق الأبواب. نعم. ومنع الكل، حتى في الدوام الرسمي منع أن يعاملوا استمرار الدوام الرسمي.
واستقبال المعاملات بشكل عام. ويوجد الموظفين ولكن استقبال المعاملات لا توجد، لا يستطيع أحد من الدخول سوى العاملين في السفارة. نعم. أما عن التجاوب فالتجاوب أتى من الداخل من قبل بعض المسائل، يعني الموظفين داخل السفارة. حدثينا أيضا الموظفين فقط. نعم، حدثينا سحر عن 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 مطالبكم وما تقومون به، هل يمثلكم شخصيا أم يمثل جميع الطلبة اليمنيين المبتعثين في 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 روسيا وفي موسكو تحديدا؟ حقيقة نحن دائما نمثل، كلنا جميعا نمثل بعض، ليس فقط نفسي، ولكن بسبب أني لم أستطع عن السقوط عن الظلم الذي أعيشه والسنة التي مرت وأنا أركض وراء الأوراق في الحصول على إدراجي في الكشوفات للحصول على المنحة المالية جعلني حقيقة أخرج. لا أنتظر أحد، ولكن هذا لا يمنع أن أظهر يعني المشاكل التي يعانيها زملائي، سواء زملاء الدراسات العليا، سواء زملاء الرسوم، من لهم الرسوم دفع الرسوم، سواء أيضا من تأخرت مستحقاتهم إلى الآن، لهم 6 أشهر إلى الآن لم تصرف مستحقاتهم، أيضا من لهم من يدفعون المقاعد، هناك من يدفع المقاعد، لدينا مشاكل كثيرة كثيرة. نعم. في روسيا لا نستطيع حصرها. سحر، رسالة توجهيها خاصة بخصوص وضعكم الحالي الآن داخل السفارة وأيضا تصرف السفير في موسكو، رسالة مختصرة ولمن توجهيها؟ رسالتي أتمنى أن تكون هناك إنسانية، لأن امتهان الإنسانية والشعور الإنساني لا أستطيع وصفه. أن تكون نحن نعاني حرب، نعاني دمار، وأيضا امتهان إنساني من قبل أبناء بلادنا، هذا ما يؤلمنا حقيقة. أيضا الظروف الصعبة، نحن نعيش في خارج اليمن، ظروف الحرب، الشعور بالبعد والغربة عن أهالينا، أيضا الضغط الكبير الذي نعيشه بسبب الغلاء المعيشي، كذلك نزاهة الموظفين، لا توجد نزاهة، أين نزاهة الموظفين؟ لما الظلم؟ لما العشوائية؟ قمنا بثورة لكي لا ندخل في هذه الأمور مرة أخرى، ولكن العشوائية لا زالت موجودة، المحسوبية لا زالت موجودة، الوساطة لا زالت موجودة. الفقير يزيد فقر والغني يزيد غناء، أين من هذا الواقع؟ نعم، إذا سحر الصبري إحدى طالبات المعتصمات في السفارة اليمنية بموسكو، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من ماليزيا من حسام الدعيس رئيس رابطة موفدي الجامعات اليمنية في ماليزيا. مرحبا بك حسام، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. نشكر قناة بلقيس في البداية على تلمس هموم الطلاب. أهلا بك. بالنسبة لمشاكل الموفدين بشكل عام، هناك مشاكل هي لا تختلف من دولة إلى أخرى، فهناك مشاكل عامة تخص جميع الموفدين، وهناك مشاكل تتفاوت، مشاكل خاصة تتفاوت من دولة إلى أخرى. بالنسبة للمشاكل العامة فهي تتمثل بشكل أساسي في المساعدة المالية المتأخرة، والتي منذ 3 سنوات لم تستطع وزارة التعليم والمالية أن تضع لها آلية للتنفيذ. النقطة الأخرى، الرسوم الدراسية للعام 2019-2020 وأيضا 2018-2019 لم تصل رسوم الدراسية لسنتين. تذاكر الخريجين هنا في ماليزيا وفي بقية الدول لأكثر من 3 سنوات توقفت مستحقاتهم المالية ولم يصرفوا لهم تذاكر، كيف لا يستطيعون العودة ولا يصرفون لهم مستحقات للبقاء؟ موضوع آخر أيضا، بدل الكتب والبحث الميداني بالنسبة للموفدين الجامعات، والذي هو حق من حقوقهم. وأيضا نقطة أخيرة هي الإيفاد الجديد حاليا الذي يوفدوه بدون رسوم، إيفاد مستحق مساعدة مالية فقط، فيضطر الطالب أحيانا أن يتوقف عن الدراسة، يواجه مشاكل لأنها أساسا المستحقات المالية أصبحت لا تكفي، المستحقات المالية بشكل عام لا تكفي لحياة الطالب وهو عازل، فكيف بالذي لديهم أسر ولديهم أطفال ولديهم مدارس؟ نحن نطالب على الأقل بزيادة في البداية، بزيادة المستحقات المساعدة المالية وأيضا الرسوم الدراسية، ولكن إلى الآن لم نستطع الحصول حتى على ما هو حاصل من قبل. نعم حسام، ما هي المشكلة بها؟ إذا تطرقت عفوا، بس
بالنسبه للنظر في ماليزيا، فالجميع يعرف ان في ماليزيا بلد سياحي ولا يسمح للطالب بالعمل، وبالتالي التكاليف باهظه ولا يسمح للطالب بالعمل ولا يوجد له اي مدخل غير المساعده الماليه التي تاتي من الداخل. والتي كما سلفنا سابقا اصبحت لا تكفي، هناك كل شيء مرتفع، بلد سياحي، رسوم، مدارس مثلنا مثل جميع البلدان الاخرى، ولكن لانه بلد سياحي فالتكاليف اكثر. ايضا بالنسبه للسفاره، السفاره متعاونه الى حد ما، ولكن نحن نعاني ايضا من السفاره، من هناك رسوم تصديق للوثائق الفيزا ورسوم اخرى سنويا على الطلاب، يضطر الطلاب لدفعها. مستحدثة من قبل سنتين تقريبا، حاولنا التواصل مع السفارة على الأقل يتم إلغاء هذه الرسوم التي هي سنوية وليست مرة واحدة، أو على الأقل تخفيضها. حصلنا على وعود وللآن لم ترى النور. الملحقية الثقافية تتعاون في ماليزيا بممثلة الدكتور عبد الله الليثاني والأستاذ المستشار نشوان السلامي، متعاونون، ولكن ليس الحلول ليست بأيديهم، هم يتعاونون بما يوجد لديهم من حلول. اما بالنسبه للمشاكل الكبيره والمستحقات الماليه والرسوم، هي يحاولون ان يسيرون الوضع بما يستطيعون، ولكن خارج عن سيطرتهم. الان نحن في عام 2019 لم نستلم سوى الربع الاول. الان لدينا ثلاثه ارباع متاخره، الربع الثاني والربع الثالث، والان في شهر 10 دخلنا في مستحقات الربع الرابع. ربع واحد ياتينا لن يكفينا. الآن نحن جميع الموفدين متدينين أكثر من ربع، وبالتالي ثلاثة أرباع، نطالب الحكومة ثلاثة أرباع، وليس من المعقول أن يعطونا ربع واحد وأصبح لا يكفي، هو أصلا لا يكفي، فنطالب أن على الأقل أن يتم صرف ربعين. نعم حسام، أين المشكلة؟ هل المشكلة في التموين، في الآلية، أم ما سبب استمرار هذه المشكلة؟ والله يا استاذ امل، بالنسبه للمشكله، المشكله هي تبدا، نحن نرى انها تبدا من عدم الرفع السريع من قبل التعليم العالي. يفترض قبل كل ربع ان يتم الرفع من وزاره التعليم العالي الى وزاره، هناك اجراءات الجميع يعرفها، يتم الرفع من وزاره التعليم العالي لوزاره الماليه، وزاره الماليه تراجع وتتم التحويل للصرف من البنك المركزي، هناك اجراءات تاخذ وقت، تاخذ شهر، تاخذ شهرين. لكن بالعاده يفترض ان ترسل وزارة التعليم العالي الكشوفات قبل موعد استحقاق الربع. لكن إلى الآن كما قلنا لكم أرسلوا تقريبا قبل شهر الكشوفات بالنسبة للربع الثاني الذي يفترض أن يتم إرسالها في فبراير الماضي وليس الآن في شهر سبتمبر الماضي. نعم. وبالتالي التأخر في الرفع يسبب تأخر في العملية بشكل عام. إضافة إلى ذلك كلنا نعرف الوضع الذي يمر به وطننا الحبيب والقصور في التمويل، ولكن على الاقل يبداون يتحركون بالرفع في الوقت المناسب بحيث تتقلص الفتره هذه. الان لنا اكثر من 6 أشهر بدون مستحقات ودخلنا في موعد الربع الرابع. اقل يفترض عليهم اذا ارادوا ان يعملوا حلول، اول شيء ان يصرفوا ربعين. نعم، بحيث انه يتم تقليص الفتره الزمنيه هذه. فهي المشاكل متراكمه، ونامل منهم ونامل منهم عبر قناتهم ان يصل صوتنا. ليس من المعقول ان نكون كل 3 أشهر ان نقضي شهر او شهرين في اروقه السفارات. نعم حسام، ليست المشكله بايصال الصوت، اصواتكم بحت ووصلت، ولكن المشكله من يسمع. من يسمع حسام الدعيس، شكرا جزيلا لك، شكرا انك كنت معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، معنا اتصال اخر من الاردن، رئيس صندوق الطالب المغترب عماد العمري. مرحبا بك عماد، مساء الخير. مساء النور والعافيه، حياك الله. اهلا بك عماد. كما هو مكتوب لدي الصفه رئيس صندوق الطالب المغترب، حدثنا عن 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 هذه عن هذا الصندوق. رئيس صندوق طلاب اليمن في الاردن اربد. هذا صندوق خيري انشاه طلاب سلم الطلاب الاكارم، اوجه لهم تحيه من هنا. في عام 2012 هذا الصندوق يقوم بمساعده الطلاب في حال تأخر الأرباع كسلفة مستردة أو غير مستردة، وفي حال قروض للجامعات، وفي حال لا قدر الله أي ظرف طارئ كمرض أو حادث أو أي شيء، يقوم بتغطية عجز. ولكن يعني ميزانية هذا الصندوق قليلة جدا، لا تغطي
الاحتياجات كاملة يعني. صحيح، ولكن جميل جدا، نحييكم على هذه الخطوة، ونتمنى أن يتم إنشاء مثل هذا الصندوق ببقية الدول من قبل الطلاب اليمنيين هناك. عماد، إذا ما تحدثنا عن أيضا وضع الطلاب اليمنيين المبتعثين في الأردن، ما هي أبرز مشاكلكم؟ هل هنالك مشاكل أخرى غير تأخر المستحقات المالية؟ أختي العزيزة، المشاكل زي ما تحدثوا عنها زملائي في مختلف دول الابتعاث نفس المشاكل التي نواجهها، تأخر المستحقات المالية لأكثر من 6 أشهر، الرسوم الدراسية لطلاب التمويل الحكومي يهددون من طرد الجامعات قبل الامتحان بيوم أو يومين، يعني توصل الطالب به إلى أن يعني ما عاد يقدرش يعمل أي شيء قبل الامتحان بيوم أو يومين، لا يدري يعني هل يركز على التحصيل العلمي الذي بعث من أجله أم يركز على كيف يدفع القرض مشان يدخل الامتحان. فهذه مشكلة جدا جدا متعبة للطالب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عماد، شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة. معنا مشاهدينا الكرام اتصال آخر من السودان، هلال القحطاني، مرحبا بك هلال، مساء الخير. أهلا، مساء النور. كيف هو وضعكم في السودان؟ في البداية أشكر قناة بلقيس والقائمين على البرنامج يعني لتسليطهم الضوء على مشاكل وقضايا الطلاب. أهلا بك. الوضع عندنا في السودان طبعا معروف انه سيء، يعني تاخر المستحقات الماليه، يعني نحن الان في الربع الرابع من 2019 وللان استلمنا فقط ربع واحد، يعني نحن الان في بدايه عام دراسي جديد ونستقبل العام الدراسي بهاشتاجات ووقفات احتجاجيه وتخطيط لاعتصامات وهكذا. تاخير المستحقات الماليه يؤثر علينا نفسيا اكاديميا وحتى اجتماعيا، يعني حتى من كثر التاخير تضطر انك تتسلف من بعض الاقوى من البقالات من وهكذا، يعني تظل الى مرحله انه خلاص انت محرج، يعني 6 شهور بلا مصاريف وبلا اي حاجه. يعني اذا كان نحن نخبط اليمن، يعني اللي نحن اصلا سافرنا حصلنا على المنح على اساس نمشي ندرس، بالاخير نمشي هنا وقفات احتجاجيه وهاشتاجات. نعم هلال، هل ما زلت معي؟ ايوه نعم. هلال، رساله توجهها للجهه المسؤوله. نطلب بحلول جذريه، يعني كل الحلول للان عباره عن مسكنات، اما تغريدات او هذا على الفيسبوك او تويتر، نطالب بحلول جذريه. برايك ما هو الحل الجذري؟ في وقتها. نعم هلال، برايك ما هو الحل لهذه المشكله المستمره؟ والله الحل تكون انه وزاره التعليم العالي تعمل على انه دائما صرف المستحقات الماليه في وقتها، تشكيل لجنه على اساس يحصروا للطلاب الاستمراريه وحل مشاكل الطلاب الاستمراريه ومشاكل الطلاب تذاكر الخريجين وايضا المستحقات الماليه، ايضا نحن كطلاب مبتعثين. نعم، إذا هلال القحطاني كنت معي من السودان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام الآن نذهب لاستطلاع بعض التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب عن هذا الموضوع. تأخر المستحقات المالية والرسوم الدراسية للطالب اليمني المبتعث في الخارج أصبحت قضية معروفة لدى الجميع ومخجلة أيضا للطالب اليمني بالخارج من كثرة تكرار ظهوره ومطالبته بهذه المستحقات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام. كان الطالب اليمني في الخارج سابقا يعاني من تأخر مستحقات ربع واحد أي 3 أشهر، ولكن لأن الحكومة لم تتخذ خطواتها العملية لحل هذه المشكلة أصبحت الآن المعاناة معاناة تأخر مستحقات 3/4 ورسوم 2 دراسيتين. نحن سافرنا منذ 4 أشهر ونحن في لبنان، تحملنا تكاليف السفر وتحملنا تكاليف المعيشة في لبنان، والكل يعرف دولة لبنان بالمغالى المعيشية. طبعا سافرنا بقرار إيفاد من الربع الثاني. نحن الآن في دولة لبنان نتفاجأ قبل أسبوع بأنه تم إسقاط أسماءنا من الربع الثاني رغم وجود قرار الإيفاد من الربع الثاني. لا ندري عن أي سبب يسقطوا أسماءنا من الربع الثاني يوما بعد يوم وأشهر بعد أشهر ووعودا
وعد يتلوه وعد وأكاذيب تتبعه أكاذيب دون الوصول إلى نتيجة. لا توجد لدينا مستحقات مالية، أغلب الطلاب لا توفر لديهم حتى حق المواصلات لأكمل دراستهم. هناك دكاترة طبعا لا توجد لديهم حتى قيمة الكتب وقيمة المراجع وقيمة الملازم، والحكومة كعادتها تصريح بعد تصريح. نحن الآن في شهر دخلنا الآن في شهر 10 في عام 2019، لم نستلم إلا ربع واحد فقط. من المفروض بأن يتم تسليم كل. إذا مشاهدينا الكرام، بهذه التصريحات نصل إلى نهاية هذه الحلقة. لا بالأخير لا يسعنا إلا أن أشكر كل من كان ضيف كريم معي في هذه الحلقة، والشكر هو موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والشكر هو من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهبي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.